بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المشايخ اللي يتكلموا ديل، فأنا دار أسأل سؤال للمتكلم الأول، ونحن في التوحيد ما مسؤولين عن كنه الله ولا عن مكانه، معرفة الله شنو؟ الواجب في حق الله والجائز في حق الله والمستحيل في حق الله. وأزل هو قسم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء والصفات. عندك الأسماء والصفات وعندك الألوهية وعندك الربوبية. الأسماء والصفات دي تنسيبها للألوهية أو للربوبية أو تقسيمها بينهما أو تنسيبها لواحد وتخلي واحد. أنا داير إجابة على السؤال ده، ما داير كلام أكتر من كده، وجزاكم الله خير، داير إجابة على السؤال اللي سألته ده. نعم تفضل. السؤال اللي سألته تحديدا يجاوب لي المتكلم، انا ما داير منك المتكلم الاول هو اللي بيجاوب على سؤالي بالتحديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السلام عليكم الطلاب الافاضل ورحمة الله وبركاته. اول حاجة، اول مرة ألقى أسلوب زي ده في منابر الجامعات، إن الصوفي يقول ما يشاء ويضل ما يشاء وما يريد من الضلال الذي لبسه عليه الشيطان، وفي نفس الوقت كمان داير يختار الزول البرود عليه. ده جبت من وين انت يا صوفي؟ ها انت قال لك نظرة شرعية ولا شنو؟ تختار على كيفك؟ ده منبر بتاع الدعوة السلفية، خشيتين قلت حق، جزاك الله خير. ده كلام عموم للطلاب عموما مش للصوفي. ده قلت باطل يا صوفي تنجغم بإذن الله سبحانه وتعالى، وبتتنظم نظام تمام إن شاء الله تعالى. فما في حاجة اسمه ده ما يرد وده يرد. انت مالك صغير؟ انت لو صغير أجابك شنو هنا؟ انت لو صغير أجابك شنو هنا تتكلم؟ أما موضوع السؤال، قال داير دليل على تقسيم التوحيد لثلاثة. التوحيد لثلاثة قسم الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو شيخ المفسرين، وذكر الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وذكروا جمع من العلماء قبل ما يولد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأنه شبهة بتاعت الصوفية أصلا بيقول لك التقسيم ده بدعة، جاب ابن تيمية زي ما قال خنجوري في قناة اس 24. وطبعا لقى البلد خلا والطراوة ضربته. الصوفي أصلا درويش، وكمان يلقى زيادة على ذلك البلد خلا والطراوة تضربه والكاميرات قدامه في صنقرته بورا بيصوروا فيه يتوطح كده زي الصارقين في الكرسي، ما شفت انت؟ قال دي بدعة جاب ابن تيمية. انت اللي عرفك شنو ده؟ كلام قاله الامام الطبري قبل ما يلدوا ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن انت بليد ما فاهم. والعلماء الطبري وابو حنيفة وابن تيمية وغيره من العلماء من لا حصر لهم ولا عدد، استنباط ده استنبطوه من القرآن. نمسكها مسألة مسألة عشان ما تجوطوا كثير. لابد ان يحذف هذا من مقررات المدارس. قرآن موجود بتتنجم به، ننجمك به. لو حذفت المدارس شت بقى ما في مدارس ذاته، كلنا قلبنا زراعة بتتنجم بالقرآن. لأن ربنا قال ونزلنا عليك الكتابة، يعني القرآن في الآية دي تحديدا يعني القرآن، لأن الآية الأخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء. العلماء اختلفوا إنه الكتاب مقصود القرآن ولا اللوح المحفوظ، لكن الآية دي الثانية ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، دي القرآن خلاص. فالقرآن ده فوق أي حاجة. هل يجوز إن العلماء، ما أنت تبتع زلابي وفت ساكت، العلماء هل يجوز للعلماء، أنا ما شتمتك طبعا، خليتوا الفتى تبتوا ما خليتوا خلاص الحمد لله. طيب العلماء يجوز لهم، هل يجوز
للعلماء إنه يستنبطوا من القرآن والسنة ولا ما بجوز. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الصوفي بيتكلم من برا الثاني ذاك قال ده للمجتهدين. الطبري شلون قلت لك الطبري؟ الطبري ما مجتهد يا صوفي. والخنجر والخنجر مجتهد. ابن تيميه خليه ده بجنبه بنجيك له اخر حاجه. ابن تيميه ده ما زول الردم ده الردم الصوفيه الردم ثقيل عشان كده زعلان منه. خلي ابن تيميه خليه الان. الطبري مجتهد ولا ما مجتهد؟ مجتهد. عرفته؟ الطبري من الناس اللي استنبطوا من كتاب الله. ربنا قال ولو ردوه. ما صوفي ما بيحترم القرآن خليه ولا سكت. أنا بقول الله قال وده بكورك هسه ده عنده فهم؟ ده عنده فهم؟ بعدين يا أخنا بفتح لك فرص اسمه منبر لشنو يا جماعة؟ للنقاش. كلمة نقاش دي يا صوفي يعني في فرص للنقاش. يبقى ما بداية كورك. يبقى ما بداية كورك. عرفت الطلبة وراهم قال لك بليد. أنا ما قلت بليد. طلبة جزاكم الله خير يا طلبة. أنا ما قلت. طيب ربنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. خلوا يا جماعة ربنا قال نسمع كلام ربنا ولا كلام الصوفي؟ كلام ربنا. خلوا يتكلم. ما عنده احترام لكلام ربنا. قليل أدب مع القرآن. قليل أدب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ولا أنت نشوف اللي قاعد يحترم القرآن والسنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. منو اللي بيحترمها؟ منو اللي بيقولها؟ منو اللي بيسمع عليها؟ ومنو اللي بيهرج وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الحاصل الدمي منو الآن؟ وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه زي ما قال المشركين الأوائل. هسه حركة المشركين الأوائل الزمان الهسه في الركن ده قاعد يطبقها منو؟ قال تعالى ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء. أولي الأمر العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن بنص الآية يجوز للعلماء يستنبط ولا ما يجوز؟ يجوز. نزل الصوفية هل الصلاة عندها أركان وأركانها كم؟ صوفي طبعا ده الموضوع بتاعه يقول لك أوه الصلاة عندها أركان خلاص خمسة أركان. إحنا نجاوب له النية ودخول الوقت واستقبال القبلة والطهارة وتاني شنو؟ وستر شنو؟ العورة. دي شروط الصلاة عفوا دي شروط الصلاة خمسة. بعد ذاك عندها أركان خلاص منها السجود منها التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية منها 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 منها. بعد ذاك عندها واجبات. بعد ذاك عندها سنن يعني مستحبات ومندوبات. جبتوا من وين؟ الكلام ده الصوفية ونحن بنتفق إنه الصلاة عندها شنو؟ شروط. حتى أنا الآن لما اتلخبطت قلت دي أركان هو صلحني قال لي لا الخمسة دي شروط. صدقت يا صوفي وأنت كذوب. صدقت. عرفت كلامي؟ طيب جبته من وين؟ هل في آية؟ جيب مصحف. هل في آية يا صوفي؟ عرفتها؟ قالت إنه الصلاة عندها خمسة خمسة شروط وعندها أركان بعد ذاك واجبات وسنن. هل في آية زي دي؟ ما في. بالنص كده بالنص ما في. هل في حديث بالنص إنه دي أركان الصلاة؟ ودي شروط الصلاة ودي سنن الصلاة مستحباتها ودي واجباتها ما في. صوفي جبته من وين؟ يقول لك استنبطوا العلماء من القرآن. ده الموضوع ده هو الموضوع خلاص. الصلاة استنبطوا لها أركان وشروط وغيره. التوحيد العلماء باستنباط من القرآن كما ذكر الطبري وابو حنيفة وغيره إنه لقوا ثلاثة أقسام وده ما في مشكلة. ما معناته الله ثلاثة زي ما بيفهم الخنجر البليد؟ ما معناته كده؟ عرفته؟ زي ما إنه الصلاة دي معروفة لكن عندها أركان وشروط وسنن ومستحبات كثيرة والصلاة معروفة عند المسلمين كذلك التوحيد استنباط من القرآن. استنبطه من وين؟ بعدين نجي للخطوة الثالثة. من وين؟ من آيات كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الناس. قالوا ذو الربوبية لقال بربي الناس ملك الناس. والملك اسم من أسماء الله عشان كده في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قراءة الدوري ملك يوم الدين. وهنا قال ملك الناس، هذا اسم من أسماء الله. إذن في نوع ثاني من أنواع التوحيد بعد الربوبية اسمه شنو؟ أسماء الله عز وجل. أما الصفات أي اسم من أسماء الله متضمن لصفة. ربنا قال الرحمن الرحيم، طيب الرحمن الرحيم دي من أسماء الله، الرحمن ومن أسماء الله الرحيم، بتدل على صفة، هل الغضب، هل الرحمة، هل شنو؟ الرحمة، الرحمن الرحيم. العلماء قالوا من هنا أي اسم من أسماء الله متضمن لشنو يا جماعة؟ لصفة من صفات الله. إذن قالوا ده دليل على توحيد الأسماء والصفات. أما الألوهية ربنا قال إله الناس، العلماء قالوا ده توحيد الألوهية. يا صوفي ما اقتنعت بالقرآن، ما دايره كويس، نمشي معك لقدام، مش انت كويس في النقاش، احنا نمشي معك لقدام. ما اقتنعت به توحيد ده، قلت واحد واحد، هل انت مؤمن به؟ واحد بس، هل انت مؤمن به؟ توحيد يعني الله بيخلق وبيرزق. اي الصوفي مختلف معانا، جيب كتاب البرعي، قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم، حافظينه حتى لو ما جابه، موجود الكتاب ومحفوظ في الراس، والصوفي ذاته بينقز به في حمد النيل، نقزك نقزك بينقز به. ربنا قال الصوفي عفوا البرعي في كتابه لك سلام مني، قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. قالوا انتم ما بتفهموا، دي لغه عربيه عاليه، ده داري، لكن المهم نمشيهم. البرعي قام شرح البيت براو، هذا البرعي بيفهم، قال كان الشيخ تت الفلاتي كذا في عالم الغيبيات والأسرار، وطلبت منه زوجته خادما فتخدمها في البيت، فأمر الدرويش المريد زي ده أن يأخذ معه فأسا وثوبا وأن ينطلقا هو الشيخ الدلوكة ومعه الدلوكة الثاني إلى الغابة، وأمر أن يقطع عودا بقامة إنسان، ما درويش يقول لك اقطع شجر تقطع شجر، يقول لك اقلب هوبة تقلب هوبة، يقول لك اجيب بيضنيك تجيب بيضنيك. فقطع قال عود بقامة إنسان، كتاب لك سلام مني ما بتعرفه؟ تعال برأي. قال وأمرني أن ألبسه الثوب، شنو ده؟ العود. قال فأخذ الشيخ سبحته بهمة عالية، شوف الكذب واللف والدوران على الشريعة. قال إلى أن تحرك العود من تحت الثوب، فقال الشيخ بخيت، قالت نعم سيدي، فأخذها من يدها، ما بجوز، أخذها من يدها، لقيت صوفي ما في مشكلة، قول لي بخيتة ولا قلت أنا تقدر تفتح بلاغ؟ أفتح بلاغ الله يفتح راسك، ده كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، عرفته؟ وهو ده الكتاب اللي فيه قصة بخيتة، ليك سلام مني، وهو دي صورة البرعي قاعد ورا، عرفته؟ قال ده الكتاب، قال إلى أن تحرك العود، فقال الشيخ بخيتة، قالت نعم سيدي، هسه ده ما اختلاط ذاته، قال ساقه وداها البيت فعاشت كم 30 سنة وماتت بعدها. هل في إنسان يستطيع يخلق مع الرحمن؟ عشان كده قلت لك أول نقطة، قول التوحيد ده لا ثلاثة ولا اثنين، واحد بس، الصوفية بيختلفوا معانا فيه، يبقى الموضوع الأساسي مش بيتقسم لثلاثة ولا ما بيتقسم، الخلاف الأساسي معاهم إنه ده المختلفين معانا في الله، لازم تعرف المعلومة دي. نحن عندنا في القرآن الكريم كمسلمين إنه اللي بيخلق الله براه، ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يخلق كمن لا يخلق، وقال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة عن المشركين حتى نسبوا جهل وابو لهب، عارفين البخلق الله براو، لا شيخ لا بخيت لا غيره. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألت الكفار قلت لهم البخلق منو؟ بقول لك الله. قال تعالى ولئن سألتهم، أي المشركين، لو سألتهم يا رسول الله من خلقهم ليقولون الله. الصوفية بيقولوا عندهم شيوخ بيخلقوا، كل الصوفية، كل الطرق، قادرية، سمانية، شاذلية، برهانية، ركينية، كلهم بيعتقدوا انه غير الله بيخلق.
فإذا الموضوع هنا أنت بتختلف معانا بالتوحيد ذاته، عشان كده قالوا ما دارين توحيد في المقررات الدراسية. عرفت كلامي؟ تختلف معانا في إنه ندعو الله براو، صحيح ولا ما صحيح؟ نحن بنقول تدعو الله براو، الصوفية بيقولوا تدعو شيوخ الطرق الصوفية، زي ما قال البرعي الصفحة 119 السطر الأول، كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، تأليف عبد الرحيم البرعي، قال: إناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفان الذي قد خصه من ربه التبجيل. قال إذا حصل أمر عظيم في البلد نادي إسماعيل لأنه ولي لله، ما تنادي الله، نحن بنقول نادي منه. قال الله تعالى في القرآن، أنت بتختلف مع القرآن، ما معانا نحن، نحن مساكين، أنت بتختلف مع الله، ما معانا نحن. أنت يا صوفي بتبغض دين الإسلام وبتختلف مع النبي عليه الصلاة والسلام، دي معلومة لابد تعرف. الصوفية أعداء لله وأعداء للرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء للقرآن الكريم والسنة. طيب يا مولانا ما بيأكل عندهم خلاوي القرآن، دي سنارة، تعرف فيها صارقيل، دي مثال شرك، بس ده شرك بيشركوا به. ليه؟ لأنه في محسن قطري بيجي، أول ما يقول لك المحسن القطري نزل ما ترى خرطوم، يطلع اللحام تحت القرآن لشوفها، يقول لهم قروا هناك جنب الباب، أخلين صاحبك يجي داخل والشيخ قاعد جوا كاجم عينه وقاعد عامل فيها خاشع، ويقول للنسوان القبيل جنوا وملصوا الذهبات، خرجوا سريع سريع القطر جاي. ده الموضوع يا ناس، انت افهم الكلام ده، لابد تفهم الكلام ده. عشان كده خلوا الصوفيه الليله بقت في شارع النيل الابيض ده وشارع الجبل الاولي النيل الابيض تمشي لقدام وغيره، بقى يتكلوا جنب الزلط، والسور البرة قبل ما يعملوا سور ساتر للرؤيه بيعملوه شفاف، يعني حديد مفتح عشان تشوف الطلبه جوا، تراكب عربيه كامري ولا غيره تخش تدفع لك 20 مليون هنا، والشيخ يلغفى كلها رقبته تلقاه زي الفيل، عرفته؟ والطلبه تلقاهم جعانين، لهم جميع الامراض، جميع الامراض تلقاه في الطالب، مجرم تلقاه قاعد جوا. ده شغل بتاع شحده يا ناس، شغل بتاع شحده. ده الموضوع، لو كان بيؤمن بالقران ربنا سبحانه وتعالى قال تدعوه براه، ما زي كلام البرعي وكلام كل الصوفيه، زي ما قال المرغني برضه، قال: وإن كنت في هم وكرب فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. وربنا قال في القرآن شنو؟ ربنا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وربنا قال: وأن المساجد لله، شوف القرآن ده واضح كيف؟ واضح. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا قال الناس اللي بتدعون من دون الله ديل عباد، عبد زيك. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم. إذا ما مصدق الكلام ده، الله قال لك أمش أدعوه، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وبعدك ربنا تحداهم قال: ألهم أرجل يمشون بها، من الميت ما عنده رجل يقوم بها ذات ولا يد، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم، شركاء ذيل شركاء حقنكم نصبتوهم دار تجعلهم شركاء مع الله، الله قال دار شركاء حقنكم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إلى آخر الآيات. دي آيات واضحة بتهدم جميع الطرق الصوفية، الآيات دي، لكن لما يتدبر ويعلم، دول تلقى مؤكلينه طحنية صوفي يجي يكورك لنا هنا، يا أخي ده قرآن يا أخي، الله قال ما تدعو غيره، والبرعي قال لك أدعو إسماعيل، وإسماعيل ذاته ده بتاع لبيض، قبته ربنا رسل لها هبوب ولا تراب أو موية اتفرتقت طوبة طوبة. الصوفية اللي جوا شينا لأنه كان بيقولوا ده الإله، بدل ما تدعو الله تدعو إسماعيل، المرة اللي ما ابتلت تجي ترمي ملابس الداخلية في قبة إسماعيل، البتاع إسماعيل، المطر إسماعيل، ربنا دمر لهم القبة كلها، بدل ما يقولوا تبنى لله من الشرك ومن التصوف، قالوا لا نفكر لنا في كذبة وهمة في شكل قلبة. شنو يا صوفية؟
قالوا أصلا الشيخ إسماعيل الولي الميت له 120 سنة ده، قالوا شاف إنه الفساد انتشر في البلد، هو تحت وربنا قال أم لهم أعين يبصرون بها، الله قال كده ما بيشوف، قالوا لا صبية، قالوا شاف، شاف إنه الفساد انتشر. أها يا صوفي، ثم ماذا قال؟ فقام قرر يدي القبة شلوت لب، فارتقى حتى انت ما قريته في الواتساب تاع المجمع الصوفي العام كاتب كده، قال رماه، أدى لك جوز من تحت رماه، ده إسماعيل الولي ما زول تاني، دي ما المحلية، ده إسماعيل الولي، قال أدى جوز رماه، ها بعداك، قال ثم ارتحل إلى المدينة، سنبق بتحت مشى المدينة. يا ناس انت والله يا صوفية، ما عندنا معاكم مشكلة شخصية للمرة المليون بنقول لكم، ولا مالية ولا قبلية، عندنا معاكم مشكلة في العقيدة الإسلامية. نحن عندنا الله اللي بيخلق، انت عندكم الشيخ اللي بيخلق، نحن عندنا الله اللي بدي الجنة، انت عندكم الشيخ اللي بدي الجنة، شيخ اللي زرقاب يدي البيت بوقي الذهب، يدي الولد بوقي التين ذهب، عرفته؟ نحن عندنا الله اللي بيستجيب الدعاء ويدعو براو، ابوك الشيخ ما بيخش هنا، ابوك الشيخ ما بيخش هنا، قالوا لا، إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. عندنا إن ربنا اللي بيعلم الغيب، قالوا لا الصوفية، قالوا أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ونحن عندنا في القرآن كمسلمين ربنا قال قل لا يعلم، الله قال لا يعلم، صوفية قالوا لا بس بيعلم كسر رقبة، الله قال قل يا محمد للناس الشك لا يعلم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، تاني يقول لك لا الله والبرعي بيعلموا الاثنين الغيب، إلا الله، لا 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 الله والمرغني سوا يا أخي، إلا الله، الله قال إلا الله، قال لا 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 الله والبرهاني سوا والركيني سوا، الله قال إلا الله، الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ والله ما في أوضح من الكلام ده، أنت إذا دار ترقص عرفته ما إلا مع الصوفية ديل تراه الحرام راقد عرفته، لكن لا يمكن تعتقد عقيدة وسخة زي دي شركية كفرية إنه غير الله بيعلم الغيب، وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والصوفي ده كان تحديته المرة الفاتت قلت إنه علم الغيب وقاعد ينطط، قلت له دي جيبي فيه شنو؟ ما عرف فيه شاحن كان هواوي، أنت قال فيه شنو؟ عرفته؟ فده يا أخي ما عندهم أي حاجة على كلام، ما تجوطوا ساكت يا أخي، ما تجوطوا ساكت وسيب أحمل القطين ولافين في الجامعة دي، الواحد بس داري أنا بتكلم عن الصوفية داري يحضر دكتوراه عشان يعمل لنا زلنا في التلفزيون، فضيلة الدكتور فلان تلقى محضر دكتوراه في الباسطة يجيبوا لك يفتي في الدين ويفتي في الأحاديث باعتبار إنه دال دي ممكن تكون دكتور، ممكن تكون دلوكة، ممكن تكون دجاجة، ممكن تكون أي حاجة، عرفت أنت؟ ما هي إلا عالم في أي حاجة، دكتور ده ممكن تحضر في شيء في السمسم، ممكن ولا ما ممكن يا طلبة، أنتوا طلبة الجامعة ممكن ولا ما ممكن، فلا يمكن زول مثلا يعني محضر في السمسم يجي يفتينا في تضعيف الأحاديث وتصحيحها، ده ما إجرام؟ مع إنه أنا لو اتكلمت في السمسم ممكن يرفع فينا قضية يقول سمسم ما سمسمك سمسمنا ونحن لا أهله، صح ولا ما صح؟ خلاص خليك مع السمسم يا أخي، ما تخش هنا، ده المواهيم، واحد نفسه يحضر له دكتوراة عشان يضلل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعشان يعمل له طريقه ويملص النسوين الذهبات، ونحن قاعدين ليك بالمرصاد. وبشرك يا صوفي، والله الدعوه دي دخلت محلات، والله انا ذاته محتار واخونا ذا الكت محتارين. اي مكان ربنا اراد لها تدخل دخلت. شيكينيبه، الزريبه، الكباشي، كلهم اولادهم وشفاهم بيحضروا. الكشف ده ذاته بيحضروه هناك. والله العظيم. حتى لقيت واحدين فيهم يقول لك جغم اجغمه، شوفوا على الصوفية ذاتهم، شوفوا على الصوفية ذاتهم تعلموا الجغم، ها؟ فيا ناس دي دعوة حقت الله، احنا ما عندنا أي حاجة، بكرة لو ضلينا أصغر شافع والله ينجمنا نجام، دي دعوة الله، إن بتقدر تغلب القرآن والسنة تعال، تعال ورينا الغيب ده بتعلمه كيف؟ تعال ورينا بتدوا الجنة كيف؟ أنا دار أفهم، ورونا يا أخو، امبارح واحد سافر الدول المجاورة للسودان بالناحية الغربية إحدى الدول، وصور لنا من جوا الجامع بتاع تجانية تربية الذكر بتاعهم، هو ده والله ذا لا بيتحكي لا بيتشاف، عرفته؟ ده غايته اللي نحوله ليك بس،
تعجيب يا ناس. ده ما ده 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 كمره واحده، مره واحده. عرفت انت يعني شنو ولا كيف؟ للنهايه جوا الجامع. ايوه تربيه تجانيه، تربيه جوا الجامع. حتى قبضوا بعد ذاك بيصور، قال امسح امسح الشغل ده. قال لما بمسح الحمد لله جزاه الله خير عمنا، وجابوا طوالي حولوا لنا، فوصل واستلمنا الرساله. تمشي وين؟ ده والله انا اعرضه، والله ترحل، والله ترحل، والله ترحل. اي تجاني يشيل بقجته ويشيل العواليق والعفن ويتخارى يمشي. والكلمات دي في ناس بيستغربوها، بالذات بعض الناس يعني البرة، واحد تلقى حنين وقاعد في ظل وكده ضرب لك، بس ما كان تقول له مجرم. اقول له شنو؟ زول بيقول غير الله بيخلق، كده سميه انت، سميه شنو؟ عرفتها؟ ربنا قال اي زول بيضلل الناس مجرم. قال تعالى: وما اضلنا الا المجرمون. صحيح ولا ما صحيح؟ ده الموضوع. انت زول مستهبل ولا شنو؟ انت ما بتقدر تقوله خليك قاعد يترزع في الظل. نحن خلينا هنا مع الناس دي نداوس معاهم وندافس معاهم لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى على هذه العقيده الصحيحه. فرصه مفتوحه، شايف المشايخ ما شاء الله حضروا، فرصه مفتوحه، تفضل.